مزيل عرق تضع مزيل العرق تضعه؟ لا، لأن هذا من التطيب أصلا. نعم، لأنه برائحة. الأصل أنها تلزم البيت الذي مات الزوج وهي فيه، ولا تخرج منه إلا للضرورة، ما تخرج منه، وتخرج منه للضرورة، إن أرادت الخروج تخرج نهارا. حافظ على حق الزوج. فماذا تصنع إذا اضطرت للخروج من هذا البيت، ليس لديها أحد، وتريد تنتقل إلى بيت الأب مثلا، تنتقل في النهار، نعم، وتمكث في بيت الأب، أرادت أن تخرج يعني للنزهة، قالت متضايقة جدا، أريد أخرج إلى الحديقة في هذا اليوم، تخرج؟ لا، لا تخرج حتى تنقضي تنقضي العدة. هل تخطب الآن؟ مات الزوج، وهناك رجل يعني يريد هذه المرأة، هل يأتي ويقول الحمد لله، متى تنتهي العدة؟ لماذا؟ قال حتى يعني تقدم للخطبة. هنا عندنا من كانت في عدة، عدة وفاة، لا يصح التصريح لها بالخطبة، لكن يعرض لها، يعرض لها، يعني يقول والله إني في مثلك لراغب، ولا تفوتيني نفسك، يعني منها المهم تعريف. الله أعلم أنكم يعني تعرفوا هذا أكثر من بعض الفقهاء. أما إذا كان الطلاق طلاق رجعي، لا صريح ولا تعريض، لا تصريح ولا تعريض أبدا، لأنه يفسد على من؟ يفسد على الزوج، مفهوم؟ أي نعم. طيب، أما من قال من طلقت قبل الدخول فلا عدة، دخل بها ذكرنا حامل وضع الحمل، تكون ليست بحامل تحيض ثلاث حيض، لا تحيض آيسة وصغيرة ثلاثة أشهر، مرتابة حتى تزول الريبة. نعم. طيب، المفقود، المفقود هو الذي لا يدرى أحي هو أم ميت، مفقود، كان معنا في صلاة الفجر وصلى معنا، ثم بعد الصلاة بحثنا عنه في كل مكان، في المطارات، في المستشفيات، في الشرطة، في كذا في كذا، ليس له أثر، لا ندري أحي هو أم ميت. ينظر القاضي في حال المفقود، هل فقد في بلد يغلب عليه فيها الهلاك أو السلامة؟ أين كان؟ قال كان في سفينة، والسفينة هذه غرقت، مفهوم أخوانا؟ فهنا المكان الذي يغلب عليه الهلاك. كان في دولة كذا عندما سقطت القنبلة مثلا، فهذا يغلب فيه الهلاك. كان في المملكة العربية السعودية، ثم لا ندري أين ذهب، فهذا البلاد ولله الحمد يغلب فيه السلام. قال خرج إلى الحج، وفي مكة فقيد، يغلب عليه ولله الحمد السلام. فانظر القاضي هنا أم هنا. طيب، الآن الزوجة تقول أريد أتزوج، انظروا في حال هذا الزوج، ميت الحمد لله، هذا الذي نريد، أخذ التركة وأجعل الأولاد عبيد لي، يعني في خدمتي وفي خدمة الزوجة الجديد وكذا، وأرى حياتي
فماذا يصنع القاضي الآن؟ يصنع القاضي ينظر ويتحرى في حال هذا سلامة أو هلك، ثم يحكم بحسب ما يرى، يحكم يقول حكمنا في هذا اليوم كم؟ الثامن والعشرين من شهر ديسمبر، لا حكمنا في هذا اليوم السادس والعشرين من شهر صفر 1435 بأن فلان ابن فلان فقد منذ كذا وكذا، وقد تقدم فلان أو فلانة بكذا، وحكمنا عليه في هذا اليوم بأنه ميت. يقول للزوجة وعليك أن تعتدي من هذا اليوم، تبدأ الآن العدة بحكم القاضي، مفهوم؟ طيب، انتهت العدة، تزوجت، قسمنا التركة، رجع. أين كنت؟ قال في طلب العلم، ذهبت إلى موريتانيا وقلت تفرغ لطلب العلم. طيب حقوق عليك والتزامات وكذا، قال العلم. نعم. طيب هذه القضية أرجع فيها إلى القضاء. نعم. طيب هذا ما يتعلق بالعدد. الاستبراء وهو أننا نتحقق من خلو الرحم من الحمل. الآن اشترى أمة وقلنا احذر من ما يكون من بعض الناس، يقول هذا رق ورق أبيض وكذا، وقد كذبوا في هذا، أرادوا أن يوقعوا أهل الإسلام نسأل الله السلامة عافية في الزنا. المهم وجدت أمة 100% أمة، واشتريت هذه الأمة، فماذا تصنع؟ ما تطعها حتى تتيقن خلو الرحم من الحمل. طيب كذلك لو كانت يعني مزوجة لرجل وطلقها مثلا، الآن الأمة إذا كانت في السبي وأخذتها من السبي لابد أن تستبري، وكذلك عند الشراء. طيب هنا الاستبراء يكون بحيضة واحدة. نعم. طيب ولكن إذا كانت لا تحيض فماذا نصنع؟ العدة تكون شهر واحد. نعم. وإذا كانت حامل فبوضع الحمل، قلنا الحمل أم العدة. يبقى معنا ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من النفقات. النفقات ينفق على من؟ ينفق على نفسه وعلى زوجته وعلى الفروع وعلى الأصول وعلى من يرث منه وعلى البهائم. مرة أخرى، ينفق على نفسه وعلى زوجه وعلى الأصول الأب والأم، وعلى الفروع الابن والبنت، وعلى من يرث منه، وعلى الوارث مثل ذلك. تنظر الآن في مسألة الإرث هنا، تنظر جاءنا إنسان وقال هل يجب علي أن أنفق على أخي؟ نقول انتظر، قدر أن هذا الأخ مات، ترثه؟ قال لا أرثه. لماذا؟ لأن الأب موجود، مفهوم، والابن موجود، فالمسألة من كم؟ من ستة، الأب له السدس والابن له الباقي، هل يرث الأخ الشقيق؟ لا يرث، إذن لا تجب النفقة على هذا. طيب آخر، هل يجب علي أن أنفق على أخي؟ ننظر، إذا مات الأخ ترثه؟ قال نعم، ليس له لديه لا أب ولا أم ولا فرع وارث، لا فرع وارث ولا أصل وارث، ترثه؟ قال نعم أرثه.
كم ترث؟ قال أرث من هذا الأخ الثلث، لأننا ثلاثة إخوة وهذا هو الأخ الرابع، إذن تجب عليه ثلث نفقة الأخ هذا وعلى الوارث مثل ذلك. السادس على البهائم، لديه خيول وبقر وغنم وإبل ودجاج مثلا، يجب عليه ألا يضيع هؤلاء، مفهوم؟ طيب، النفقة على النفس ثم النفقة على الزوجة، كيف ينفق على الزوجة؟ بالمعروف المتعارف عليه بين الناس، لا إسراف ولا تقتير. طيب، ويلزم بالنفقة إذا امتنع من أدائها، من يلزمه؟ يلزم السلطان. طيب، أما النفقة على الأصول والفروع إذا كان غني وقادر يلزم بالنفقة. نعم. طيب، الحضانة، الحضانة الآن إذا كانت الحياة الزوجية قائمة، زوج وزوج، هل ينفق على الأولاد؟ نعم، ولا بد، أمر معنا هذا فروع. نعم. طيب، الحضانة هي حفظ الطفل عما يضر والقيام بمصالحه، وهي واجبة على من تجب عليه النفقة. الأم هي أحق بالولد ما لم تتزوج، المطلقة الآن هي أحق بالولد. لماذا؟ لأن الولد ما يصلح له أحد في الحضانة إلا الأم، فهي أولى بحضانة الولد ما لم تتزوج. فإذا تزوجت تنتقل الحضانة من الأم إلى من؟ إلى زوجة الأب؟ لا، إلى الأب. الأب ما يصلح يحضر، الأب ينفق. تنتقل الحضانة من الأم إلى أم الأم، مفهوم؟ نعم. طيب، ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى كتاب جديد وهو كتاب الأطعمة. نكتفي؟ متى أذن الظهر؟ خطب النبي صلى الله عليه وسلم، قام من بعد الفجر وخطب ونزل لصلاة الظهر، ثم خطب بهم إلى العصر ونزل وصلى، ثم إلى المغرب ونزل وصلى، ثم إلى العشاء عليه الصلاة والسلام. حفظ من حفظ ونسي من نسي، يصح إذا كان عارف يصح، أما دائم الله أعلم أنه كان على ما يذكر الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بالموعظة، لكن يصح لا إشكال أن نبقى اليوم إلى العشاء إن شاء الله تعالى. الله أعلم، نكتفي بهذا المقدار، وبعد قبل صلاة الظهر الساعة 11:30 بإذن الله تعالى نكمل، والله أعلم، وصلى الله على النبي محمد وعلى صحبه وسلم.